صباح خير وكل بركة على حضراتكم. ودلوقتي معادنا مع نشرة الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودافي على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء ومائل البرودة على السواحل الشمالية الغربية. في النهاردة كمان نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، هتكون رعدية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو، وخصوصا يعني موجة الحر اللي احنا عايشينها بقالنا كذا يوم، يعني هتنقطع امتى أو هتنزل درجات الحرارة شوية امتى؟ هو طبعا بالفعل يمكن احنا أمس وأول أمس ارتفع قيم درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يمكن كمان أمس كان في ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، ده كان خلال فترة النهار. فبالتالي اليوم هيحصل انكسار لحدة الموجة، لأن النهاردة هتنخفض قيمة درجات الحرارة بمعدل من 5 لـ 6 درجات، ومتوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 35 لـ 36 درجة مئوية. كمان المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط وتحديدا في سواحلنا الشمالية الغربية تبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، فبتبدأ الموجة يعني تنكسر تماما من على المناطق الموجودة في شمال البلاد أو السواحل الشمالية الغربية للبلاد. فبالتالي هنحس النهاردة بقيم درجات حرارة أقل من امبارح، وخاصة كمان في المحافظات الشمالية أو شمال البلاد. طقس اليوم رغم انخفاض قيم درجات الحرارة، لكن لسه هيكون إحساسنا به طقس شديد الحرارة خلال فترة النهار، وده هيكون في فترة الظهيرة مع شدة الأشعة الشمسية. فترة الليل مع غياب أشعة الشمس هتبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض كمان بشكل كبير وبشكل ملحوظ. فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر ترجع تاني لأجواء معتدلة بشكل كبير فترة الليل، ويمكن كمان بعض المناطق هتكون فيها أجواء مائلة للبرودة فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، يمكن تحديدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية للبلاد. كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح، ويمكن هو بدأ معانا من فترة الصباح، نشاط رياح على بعض الأماكن من محافظات شمال البلاد، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، أيضا مناطق من شمال الصعيد. نشاط رياح ده هيكون مثير للرمال والأتربة ويؤثر بشكل كبير في محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، وكمان نشاط رياح ده ممكن يؤدي لأتربة ورمال مصارة موجودة في الأماكن المكشوفة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وبالتالي هيأثر على مرضى الحساسية. مظبوط؟ طبعا هيأثر على مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، هيشعروا بوجود الأتربة والرمال المصارة في الجو. المناطق كمان الموجودة في جنوب الصعيد عليها أتربة عالقة، فهنلازم نخلي بالنا النهاردة إن احنا لسه مستمرين في الموجة بس بقيم درجات حرارة أقل من أمس أو أول أمس. كمان طبعا اليوم متوقع أن يكون في فرص لسقوط الأمطار تبدأ معانا في المنطقة الغربية. احنا بنقول المنطقة الغربية هتبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، هيبدأ في امتداد لمنخفض جوي يأثر علينا، فبالتالي هيكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على سواحلنا الشمالية الغربية تحديدا في السلوم ومطروح وبعض المناطق من الإسكندرية، وأيضا أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين. من بكرة الجمعة إن شاء الله نشعر بتحسن كبير في الأحوال الجوية، تنخفض قيم درجات الحرارة وترجع تاني لأوائل الثلاثينات، يعني نرجع تاني للأجواء الربيعية المعتادة للوقت ده من السنة. هنلاقي الطقس من بكرة إن شاء الله يكون طقس حار فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية، فترات الليل كمان ترجع فيها البرودة في أغلب المحافظات. من بكرة إن شاء الله فرص الأمطار تبقى موجودة بشكل مؤثر في محافظات جنوب البلاد، وسط وجنوب الصعيد، سلاسل جبال البحر الأحمر، بعض المناطق من جنوب سيناء، لأن كميات الأمطار هتزيد، تكون أمطار ما بين خفيفة متوسطة أو متوسطة كمان في أماكن ورعدية. فمن بكرة الأجواء تاني ترجع للأجواء الربيعية المعتادة، وده هيكمل معانا الجمعة والأسبوع الجاي إن شاء الله. بس على الأقل النهاردة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لسه مستمرين في الخروج بالكمامات، مهم جدا وإحنا خارجين نرتدي الكمامات، مهم كمان إن إحنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن تعرضنا لأشعة الشمس يخلينا نحس بقيام درجات حرارة أعلى
درجه الحراره اللي احنا بنقولها مع حضراتكم هي درجه الحراره المقاسه في الظل. وجودي تحت اشعه شمس يخليني احس بقيام درجات حراره اعلى كمان من اللي احنا بنقولها. مهم كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، واهمهم طبعا الميه. الاجواء اللي احنا بنعيشها اليومين دول يا دكتور، وخصوصا انه بيبقى في تباين كبير في درجات الحراره، يعني كنا امبارح مثلا داخلين في الاربعينات، دلوقتي يعني من بكره هننزل للثلاثينات تاني، تنصحي الناس بايه في الفتره دي؟ هو طبعا لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس. اكيد كلنا بنسال دلوقتي نلبس الملابس الصيفي نخفف الملابس ولا لا. هو طبعا مش هيكون في مشكله تماما ان احنا نرتدي الملابس الصيفيه خلال فترات النهار، لكن بس احنا اللي هناكد عليه فتره الليل، وخاصه فتره الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر، فتره الصباح الباكر، الوقت ده ما تكونش الملابس صيفيه بشكل كامل، لان لسه في بروده موجوده معانا في الجو. احنا بنقول على مدار الاسبوع اللي جاي ان شاء الله صغرى فتره الليل هتكون على القاهره الكبرى ما بين 17 و16 درجه مئويه، فهنرجع تاني بعض البروده كده نحسها في الجو موجوده في فترات الليل، هنحس بالبروده، في نشاط لرياح يساعد على الاحساس بانخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير، فبالتالي لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس وما نخففش الملابس بشكل كبير او بتكون ملابس صيفيه فترات الليل متاخر او الصباح الباكر، تجنبا طبعا لنزلات البرد. كمان المتابعه الجيده للنشرات الجويه في الوقت ده مهمه جدا، لان فصل الربيع معروف دايما بتقلباته الجويه الحاده والسريعه. احنا النهارده زي ما حضرتكم بتقولي احنا امبارح عظمى على القاهره الكبرى 41 درجه مئويه، النهارده تنخفض ل 35، بكره هتكون 30، فبالتالي في تباين كبير في قيم درجات الحراره في الاسبوع الواحد وفي اليوم الواحد، فلازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. خليني كمان اسالك على المحافظات الحدوديه، لان دايما بيبقى ليها طبيعه خاصه جغرافيه فبتختلف درجات الحراره عن باقي المحافظات. هو طبعا بالفعل خلينا اول نتكلم على المحافظات الجنوبيه، لان لسه قيم درجات الحراره في المحافظات الجنوبيه الاقصر واسوان في الجنوب درجه الحراره فيها مرتفعه بشكل كبير. يمكن احنا كمان مع بكره هتبدا كافه المحافظات او اغلب المحافظات الشماليه يكون فيها انخفاض، هتكون لسه المحافظات الجنوبيه قيم درجات الحراره فيها مرتفعه وبتتجاوز 42 درجه مئويه، ده فتره النهار واجواءهم اجواء شديده حراره فتره النهار. فترات الليل كمان مش هيكون في بروده لان قيم درجات الحراره الصغرى مرتفعه، لكن فرص الامطار هتبدا تظهر في المناطق الحدوديه الموجوده في جنوب البلاد، اذا كان طبعا سلاسل جبال البحر الاحمر او الاقصر واسوان وسط وجنوب الصعيد، وكمان بعض المناطق من جنوب سيناء فرص الامطار من بكره الجمعه ان شاء الله تبدا تظهر فيها وتكون كمان امطار مؤثره، واللي وارد مع يوم السبت ان هي تتحول لسيول في بعض الاماكن اللي هي طبيعه جغرافيه مختلفه او طبيعه جبليه. لكن المحافظات الساحليه او المحافظات الساحليه الموجوده على البحر المتوسط من المنطقه الغربيه الاجواء فيها ممتعه تماما، لان درجات الحراره بدات تنخفض، العظمى طبعا على محافظه مطروح على سبيل المثال هتكون ما بين 22 23 درجه مئويه فتره النهار، فاجواء ربيعيه معتدله فتره النهار مائله للبروده فترات الليل. حتى كمان فرص الامطار الموجوده هي فرص امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وهتخلينا كمان نستمتع بالاجواء الربيعيه. حقيقه بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وعلى طول نبدا من القاهره اللي العظمى فيها 36 والصغرى 20، العاصمه الاداريه 36 19، اسكندريه 24 16 والعلمين 23 16، مطروح 22 15 ودمياط 32 20، بورسعيد 33 20، الاسماعيليه 39 21. السويس العظمى فيها 34 والصغرى 20، العريش 39 22، كاترينا 30 18، وطابة 36 23، حلايب 30 26، وشلاتين 33 27، شرم الشيخ 36 25، الغردقة 38 24. لو رحنا للفيوم هنلاقي العظمى فيها 39 والصغرى 19، بني سويف 40 19، الوادي الجديد 41 25، واسيوط 41 22، سوهاج 41 25، وقنا 41 26، الاقصر 42 27، واخيرا اسوان العظمى فيها 43 والصغرى 27. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، وعلى طول هنروح لباسانتو محمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليكي يا ميا.